50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. شنيني البلاصة اللي تلموا فيها الفلاحين في معرض الزريعة الأصلية؟ احنا هزنا الفضول باش نعرفوا علاش الناس هذوما تلموا وشنية حكاية البذور. الغلطة متاع الفلاحة في تونس وفي برشا في العالم معناتها ما استحفظوش على التراث هذاك، فهمت؟ ومن وقتها معناتها بداو يصيروا لي بروبليم متاع السونتي. الناس فقدت الزراعة متاعها، احنا محتاجين في الزراعة، علاش يجيبوا لنا فيها من الخارج بالمئات الملايين؟ دونك ماذا بينا نرجعوا للبذور متاعنا، خاطر البذور ما عادش موجوده وكنا نستوردوا فيها من اوروب، علاش ما نرجعوش مادام البذور انا موجوده امكانيه انا نلقوا بذورنا موجوده في بلادنا، علاش ما نرجعوهاش للخدمه متاعها؟ التقدم الصناعي اثر ايجابا على الفلاحه في العوام الطويله اللي فاتت في تونس والعالم الكل، وكان تاثيرها هو انتاج كبير واستهلاك اكبر. المشكل الحقاني هو وقت التقدم الصناعي هدد صحة الإنسان، وساعات كيف تعمل بوز وترجع التالي يكون أحسن حل. بنحب نقرأ ونحب ننجح وكها نهبطوا على رجلينا كل صباح. قالوا لينا مش تطيح. وكان فيها برشا حاجات المدرسة، أما وقت اللي جاء فما شكون إحنا جاء سكن فيها نحا هزوا كل شيء. سرا منصور، عمري 15 سنة، غرامي الموسيقى ونشط في راديو مكتاليس نيوز في دار الشباب. كي يبدأ معنا ما نعمل في أوقات الفراغ نغني. لازم بننا نبان كعبنا بك راجع يلي تدم سمسك بنقال همان القصات بيها. قررت نمشي نشوف، أما قلت خليني نتعلم على الجيتار وش نعملها فرد مرة. تكلم خير كي يبدأ معنا ما نعمل في أوقات الفراغ نغني، وكي نبدا ما نغنيش وكل سيكتا دي ما يسالوني شبيك شفما. بيبي شت ترورتر بيبي شت ترورتر بيبي شت ترورتر غني للناس للحب غني. فما عبيد يشوفوها كخدمة، اما انا بالنسبة لي نشوفها كموهبة نتفرهد بها ونفرهد لعبي. غني للرفيق الدرب غني وفي حدود الناس نقدم خطوة لل